لذلك آخر المشوار أوكل الأمر إلى واحد من أسوأ خلق الله وأشدهم، وهو السندي ابن شاهك لعنة الله عليه. السندي ابن شاهك مثل مقام رئيس الشرطة في زمان هارون، وكان متأثرا كثيرا بيحيى ابن خالد البرمكي، كلاهما في نفس التوجه. هذا السندي ابن شاهك أيضا أصوله مجوسية، وذاك أيضا كذلك. طيب، وتغذى على حالة من الشدة تجاه أهل البيت عليهم السلام، فلما سلم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه تفنن في إيذاء الإمام سلام الله عليه. تلاحظ أن الواحد يعيش ضمن الجو الذي يحيا فيه. إذا واحد عاش في بيئة هينة لينة تجاه جماعة يختلف عن ذلك الشخص الذي يعيش في بيئة متشددة ومتشنجة. هذا السندي ابن شاهك كان من هذا النوع، وكان من أولئك الذين يطمعون في أنه كلما زاد في تعذيب الإمام عليه السلام باعتبار أنه عدو لهارون يكون قد حظي بمنزلة ويحصل ترقيات وما شابه ذلك. أكو هالنوعية مع الأسف الشديد، يعني على عظام الآخرين، على راحة الآخرين، على هدم بيوتهم، على تيتم أولادهم، يصعد ويحصل إليه من حطام الدنيا مال لا يلبث أن يتحول إلى نار في جوفه تصلاه. هذا السندي بن شاهك أيضا كان من هذا النوع، لذلك ينقلون أنه كان يؤذيه إيذاء كثيرا. مثلا نحن لا نجد من الروايات ما يؤكد أن الإمام عليه السلام كان مقيدا في رجليه بأقياد الحديد مثل ما كان في سجن السندي بن شاهك لعنة الله عليه. طيب، هذا واحد في داخل السجن، وفي ذاك الوقت عمر الإمام 55 سنة، 54 سنة، مو أهل الهرب ولا من أهل التسلق، بل هو أيضا طيلة سيرته ومسيرته خلال هالمدة لم يكن هكذا. طيب، ولكن مع ذلك هذا اللعين رئيس الشرطة في زمان هارون كان قد قيد الإمام عليه السلام، وهذا ما تشير إليه روايات كثيرة تبين لنا أن الإمام عليه السلام وهو في داخل السجن كان مقيد الرجلين، وكان في مكان مظلم، كان سيء التهوية، لا يعرف في ذلك المكان أحدا، لم يسمح له بالزيارة إلا في حالات نادرة جدا. عندنا مثلا في البصرة منقول أنه كانوا يدخلون على الإمام الكاظم عليه السلام، بل نقل مؤرخون أن شخصا ألف كتابا مما أملاه الإمام الكاظم عليه حينما كان في البصرة، اسمه مسند الإمام موسى بن جعفر، ما رواه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مؤلفه رجل مروزي